غني. بكر الهلالي ويسجل الهدف. بكر الهلالي يسجل الهدف في مرمى فريقه السابق. إذن الهدف جاء في هذا التوقيت قاتل. قلت أتحدث عن هدف قاتل، قلت أتحدث عن هدف قاتل. بطبيعة الحال هدف جاء في توقيت قاتل بالنسبة لفريق سنتابع يونس الحواسي. تابعوا هذه المحاولة، لم تكون التغطية حاضرة بالشكل الجيد. وبكر الهلالي يسجل، يسجل هدف كما قلت بأنه جاء في توقيت قاتل.